طب قول لي بقى، انت ما شاء الله ابراهيم يعتبر لعيب جوكر في الفرقه، طب باك رايت موجود، لعيب نص ملعب موجود، تلعب ناحيه اليمين موجود، ما شاء الله ما يعني تلعب في كذا مكان. يعني الحمد لله رب العالمين. انا من السنه اللي فاتت يعني لعبت 9 مراكز مع كابتن سامر، كان كويس بدايه الكابتن سامر هو اللي وظفنا في كذا مركز، ولعبت في 9 مراكز يعني الحمد لله، واي مركز كنت بلعب بيه بفضل ربنا كنت بأدي كويس. طب قول لنا 9 مراكز برضو اللي انت يعني لعبت توظفت انا فيهم. بعد، انا اصلا كنت في بدايه الموسم 6، راح كابتن سامر عبد الرحمن لعبنا 10، وبعد كده بقى جابنا من 10 ل 6، الباك رايت لونج يمين لونج شمال ل 8، لمهاجم تاني جنب حسام قبل كده، ورجعنا سيرد باك في ماتش. ما وكان اي بتقولش المدرب، لا ده انت لا ما لعبت كل بقولوش، لا المراكز، انا ناقص حارس المرمى بس. الحمد لله رب العالمين، يعني هما مركز الباك ليفت وحارس المرمى اللي فاضلين لي، بس انا يعني بشتغل على اي حاجه لان انا عايز اوصل وان شاء الله احقق حلم. كويس.